سورة سبأ آية 15. سورة سبأ آية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في مسكنهم آية في مساكنهم آية. 3 قراءات. اللي يقول مسكنهم حفص وحمزة. في مسكنهم بكسر الكاف هكذا قراءة الكسائي وخلف، وبالجمع باقي القراء. في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. آية هنا بمعنى إيه؟ عظة وعبرة. الآية قد يقصد بها المعجزة، قد يقصد بها إيه؟ العظة والعبرة. جنتان عن يمين، وهنا عظة لمين؟ لقريش الذين كذبوا برسول الله، وأهل مكة الذين آمنهم الله من خوف وأطعمهم من جوع وكذبوا بنبينا. فبيقول لهم افتكروا سبأ، وانتوا عارفين قصتها، كانوا برضو في أمان وفي حالة طيبة، فلما كفروا برسول الله إليهم تحولوا إلى أنهم صاروا مشردين في سائر جزيرة العرب. فكأن الله يهددهم بما حدث لسبأ حتى لا يقفوا مع نبينا، وقوف أهل سبأ مع أنبيائهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. لسبأ هكذا بالفتح مع غير تنوين، دي قراءة البزي وأبو عمرو. لسبأ. أما قنبل عن ابن كثير فيقرأها بالتسكين، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. لسبأ في مساكنهم آية. يبقى عندنا فيها 3 قراءات. سبأ، سبأ، سبأ. عدم التنوين إذا قصدنا به الاسم، وبالتنوين إذا قصدنا به البلدة بالصرف يعني. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. كان عندهم جبلين عاليين كده وادي، فعملوا سد عند الوادي ده اتحجب الماء، فبقى ايه على الجانبي جنتان ومياه كثيرة، وعاشوا في رخاء. جنتان عن يمين وشمال، اي عن يمين وشمال السد اللي هو فيه هناك في سبأ، في مدينة من مدن اليمن او مكان في بلاد اليمن. وقيل ان سبأ هذا اسم رجل هو ابو قبائل اليمن. سبأ هو ايه؟ قيل انه هو ايه؟ سبأ ابن يعرب من اولاد سيدنا نوح، وقيل انه من حمير، وانه هو ابو قبائل اليمن، وانجب 10 اولاد، كل ولد عمل قبيلة كبيرة من قبائل اليمن، من قبائل اليمن. ثم لما تفرقوا وانهد السد تفرقوا في سائر جزيرة العرب، فمنهم من تشاءم يعني سكن الشام، ومنهم ايه من سكن نجد، ومنهم من سكن ايه بقي في بعض أماكن اليمن، وهكذا فتوزعوا في سائر البلاد. يبقى سبأ اسم رجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. وشكر الله ألا تستعمل نعمه في معصيته، يبقى ده شكر الله. تستعمل نعم الله وتقنع بها وتستعملها في طاعة الله. واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يعني بلدة طيبة يعني ايه؟ خصبة كثيرة الماء والطعام والشراب، عندكم ما يكفيكم وزيادة، وايه دي بلدة طيبة. ورب ايه؟ ورب غفور، يعني يغفر زلاتكم ويغفر تقصيركم.
تفضل يا سيدي. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا أي عن الإيمان بالله وشكر الله. فأرسلنا عليهم عاقبناهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم الشيء العرم هو الشديد، الشديد البطش. يقول لك رجل عرم يعني شديد البطش، سيل العرم يعني سيل شديد يغرق. فأرسلنا عليهم سيل العرم، وكان سبب السيل أنه أرسل على السد حشرات تنقبه حتى انهار، فلما انهار أغرق البلاد. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. لما قل الماء نبت مكان الشجر المثمر اليانع يعني الناضج، شجر يعيش في حال الجفاف فثمره جاف، وعلشان كده قال ايه ذواتي أكل خمط، والخمط هو شجر الأراك الذي ينبت في الصحراء والأماكن قليلة الماء. وأثل وشيء من سدر قليل، والأثل هو شجر السدر برضو، ودي أشجار تكون نبتها قليل وثمرها قليل لأنها تنبت في أماكن إيه قفرة قاحلة قليلة الماء. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، يبقى تقول تي دي الياء دي ايه؟ الياء دي ياء التثنية، ذواتي أكل. نافع وابن كثير يراي أكل بتسكين الكاف، ذواتي أكل خمط، لكن البصريان يقروها ايه؟ بالجمع أكلي خمط، أكلي خمط، أكلي خمط بغير تنوين في أكل مع ضم الكاف، أكلي خمط. يبقى عندنا أكل أكل خمط، وفي أكلي خمط، وفي أكل خمط، ثلاث قراءات. والخمط هو الأراك، وأثل اللي هو السدر، وشيء أثل نوع من الثمار أيضا التي تنبت في الصحارى ويكثر فيها الشوك. وأثل وشيء من سدر قليل، السدر اللي هو إيه نبات برضو أشجار تنبت في الصحراء، قيل إيه زي شجر التوت أنواع منها النبع، سدر زي النبع كده. ذلك تفضل يا سيدي. ذلك يعني ما حدث من هذا القحط والجفاف بعد الخصب والنماء، ذلك تعود على ما سبق، ذكر ما سبق. جزيناهم أي جزاء وعقوبة بما كفروا أي بسبب كفرهم النعمة وعدم شكر مولاهم وطاعة أنبيائهم وصالحيهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ قراءتين نجازي ويجازى. يبقى عندنا وهل نجازي إلا الكفور، يبقى مفتوح، واللي يقول كده هل نجازي إلا الكفور حفص والأصحاب، يعني حفص وحمزة والكسائي وخلف، يعني الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا كده هل نجازي إلا الكفور. أما باقي القراء شعبة وباقي القراء يقولوا إيه وهل يجازى إلا الكفور، علشان يجازى هتبقى إيه فعل مبني إيه لما إيه لما
سمعنا مبني المجهول او لما لم يسمى فاعله، وبالتالي اللي يجي بعديه يبقى اسم مرفوع اللي هو المفعول به يصير مرفوع لانه بقى نائب الفاعل. فهمت؟ فيجازى الا الكفور. وهل هنا ليس استفهام لطلب الجواب بل اقرار؟ يعني وهل تعلمون انه لا يجازى الا الكفور، يعني كانه لا يجزي الا الكفور، هو يعني استفهام اقراري وليس استفهام يطلب الجواب بل لاقرار المعنى. تفضل يا سيدي. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. وعاد مرة اخرى ليذكر النعم التي كانوا فيها، وكأنه يعددها عليهم ليزيد حسرتهم، لأن لما تزول النعمة وتأتي للإنسان تذكره بما كان فيه من نعم لتزيد حسرته، فأراد أن يزيد حسرتهم فأعاد مرة أخرى ذكر النعم بعدما ذكر النقمة، فقال وجعلنا، يعني وقد كنا جعلنا قبل ذلك، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني جعل قرى من اليمن للشام، طول ما هم مسافرين يمروا على قرى ظاهرة يعني قرى عامرة يستريحوا فيها ويتاجروا فيها ويبيعوا فيها منتجاتهم وهكذا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى اللي باركنا فيها اللي هي الشام، الشام وأهل الشام دي أرض المباركة، فتملى ما يذكر البركة تقصد بها أرض الشام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، بقى السير مقدر، يقول لك مثلا أمشي إيه من الصبح لحد الظهر أوصل للقرية الفلانية، ومن الظهر لحد العصر أوصل للقرية الفلانية، ومن العصر لحد المغرب اوصل القريه الفلانيه، بقت محطات مقدره للاستراحه وللتجاره وغير ذلك. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين، يعني السير في النهار والليل في الامن سواء. تفضل يا سيدي. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقالوا تحدي للرسل بقى، ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا، مش بتقولوا انتوا قربت السفر ودي من نعم ربنا عليك، طب خلي بقى ربنا يبعد، قال يعني ايه بيتحدوا الرسل. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. ابن كثير وابو عمرو يقراها ايه؟ فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا، بعد. دي قراءة ابن كثير وابو عمرو وهشام عن ابن عامر. يعقوب يقراها ايه؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يبقى إيه قراءة يعقوب؟ بيحكي ما حدث لهم بعد ذلك. كويس؟ قراءة يعقوب يراها إيه؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني كأنهم طلبوا من الله ذلك فاستجاب لهم عقوبة لهم، طلبوا الصعوبة فصعب عليه، طلبوا الايه؟ ان يكون السفر بعدما كان الامور قريبه ان تكون سفر فيه مشقه فاستجاب لهم. فيبقى قراءه تبين تمنيهم هذا على الله تحديا للرسل، وقراءه ثانيه تبين حدوث ذلك بالفعل. فهم؟ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا أنفسهم،
ظلموا أنفسهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الرسل ففقدوا ما هم عليه من نعم. فجعلناهم أحاديث، صاروا تاريخ، الناس يضحكوا عليهم، يعني لا يجد لهم إيه مجموع في بلد، بل تفرقوا. فجعلناهم أحاديث يعني للاعتبار والعبرة. ومزقناهم كل ممزق، تفرقوا في سائر جزيرة العرب شمالا وجنوبا وغربا وشرقا. إن في ذلك لآيات، يعني عظات وعبرة، لكل صبار شكور، لكل من يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على قضاء الله. شكور أي يشكر الله عند النعم، يبقى الصبار يصبر عند البلاء والشكور يشكر عند النعم. فضل يا سيدي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فريقا من التالي فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم. ولقد صدق عليهم، هي بالتخفيف هكذا قراءة إيه كل القراء ما عدا الكوفيون، كل القراء مع الكوفيون يقروها بالتخفيف، لو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. أما الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف، أربعة من القراء كوفيون، يقولوا إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولقد صدق، إيه ظن إبليس؟ لأغوينهم أجمعين، أدي ظن. فتصدق، صدق ظنه عليهم فكانوا من الغاوين، مش كده؟ ما هو ظن ابليس ايه؟ ان يغوي الناس، ادي ظنه. فصدق ظن ابليس عليهم، يعني صاروا من الغاوين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا عبادي المخلصين، الا فريقا من المؤمنين. يبقى في استثناء هنا، الى ان الله لما قال ابليس لاغوينهم اجمعين قال الا ايه؟ الا عبادي المخلصين، إلا فريقا من المؤمنين. وفريقا هنا يدل على القلة، وقليل من عبادي الشكور. يلا يا سيدي. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ومن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وما كان له عليهم من سلطان، يعني لا إجبار لإبليس على أتباعه، ما فيش سلطان عليه، ده مجرد بس وسوسة، ووسوسته وافقت إيه؟ شهوة أنفسه، فاستجابوا لأنفسه. وما كان له عليهم من سلطان إلا، يعني إلا هنا مش حرف استثناء، ده إيه؟ غير أنه إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو فيها في شك، يعني إلا ليميز الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب، يبقى جعل هذا الاختبار ليميز الصادق من الكاذب. إلا لنعلم، طب هو ربنا ما كانش يعلم؟ لا، إلا لنعلم علم حجة حتى يبقى ما لهمش حجة عند الله، لإقامة الحجة عليه. إلا لنعلم من يؤمنه، يعني إلا لنعلم هنا بمعنى إيه؟ لنعلم. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. اللي منها في شك هيعمل يكذب الرسل وإيه؟ ويتبع إبليس في كفران النعم. طب واللي قلبه في إيمان يظل على طاعة الله حال النعمة وحال البلاء، حال العطاء وحال المنع، في كل أحواله ومع الله. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ، يعني حافظ لكل شيء سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه غائبة.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلعن ذكري الغافلون.